اول حاجه نبتدي بيها النهارده، وبشكرك ان انت فتحت عندنا هنا العياده بتاعتك في 4 شارع شريف. في سيدات كتير او بعض الحالات لما عمليه الحقن المجهري بتفشل بيجيبوا كل اللوم على المركز، بيقولوا ان المركز هو اللي كان فيه تقصير. ده صح؟ الحقن المجهري هو وسيله من الوسائل بتاعت مساعده الانجاب. لا يوجد وسيلة لمساعدة الإنجاب نسبة الحمل منها 100%. الستات اللي بيعملوا حقن مجهري هم بيحملوا تقريبا ما هو قرابة أعلى نسبة لحدوث حملة من إجراء طبي يساعد في تأخر الإنجاب. الحقن المجهري في أحسن الحالات لن تتعدى نسب الحمل منه منتصف الخمسينات إلى أوائل الستينات. خمسينات ايه وستينات ايه؟ 55 50 60 60% بالظبط. اوكي. عشان تعلى بنسبة الحمل فوق 45% كل 1% لابد ان يكون فيها فكرة بتوضع في الملف، كل ملف على حدة. اشمعنى 45%؟ لان هو ده المتوسط تقريبا العالمي في المراكز المحترمة اللي بتعمل الوسائل المساعدة للإنجاب. أنا مش بتكلم حتى على الشرق الأوسط، أنا بتكلم على العالم. بس يعني إيه كل 1%؟ ما مش فاهم الحتة دي. يعني عشان تقول للست 46%، عشان تبقى نسب الحمل عندك في المكان دون اللي هي الإحصائيات اللي أنت بتعملها 47 48 49 50، كل ما تعلى بالنسبة كل ما بتزيد صعوبة تحقيق هذه النسبة. فهمت. يعني احنا الاثنين لو ما بنعرفش نشتغل حقن مجهري وزرعنا ال 100 عيانة اجلنا هيحمل منهم 15 20 25. انما عشان تفضل تعلى بنسب الحمل لازم يكون في حاجة صعبة، لازم يكون في حاجة انت بتنفذها في الملف ده. هناك اسباب كثيرة لتأخر الانجاب، وهناك اسباب اكتر لفشل محاولات الحقن المجهري. اسباب اكتر طبعا. طب بس الاسباب دي مش بتبقى بس على المركز، قد تكون في المراه، قد تكون في الرجل، قد تكون في طبيعه الحيوانات المنويه، قد تكون في طبيعه البيضات، قد تكون في تحضير السيده، قد تكون في انك انت ضد فكره من الافكار اللي ممكن تكون بتساعد على زياده نسب الحمل. ولكن في الاخر الرساله هي لن يحدث حمل. سيدة هتزرع أجنة وهتبقى نسبة الحمل من زراعة الأجنة 100%. اعمل كل اللي انت عايز تعمله ده مش تقنيات. هيحصل. اعمل كل اللي انت عايز تعمله من تقنيات داخل الدورة بتاعت مساعدة هذه المرأة في الوصول لزراعة أجنة، مش هتبقى في نسبة حمل 100%. اعمل فحص وراثي للأجنة، اشتغل على الجهاز المناعي، اشتغل على تجلطات الدم، ادي أدوية زي ما انت عايز، حضر بأحسن بروتوكولات، ادخل في أحسن معامل في الدنيا، ازرع يعني باحترافية شديدة، مش هيبقى في نسبة حمل 100% من ولا دلوقتي ولا بعدين. تخيل اسألك قصة الحمل الحقن المجهري، كانت النسب كام أول 5 6 سنين؟ لا اصل انا مانيش من الجيل بتاع الرواد، انا الجيل اللي في العشرة 12 سنة. بس كل جيل بيطور ونسب بتعلى. يعني مقصودك انه مع بداية انتشار هذه الوسيلة بالزبط. في اوائل الثمانينات كانوا في منتصف العشرينات. 20% بالظبط. دلوقتي بقينا 45%؟ دلوقتي هتبقى 45 50 55 وهكذا. انت في تصورك ممكن توصل لكام؟ الماكسيمم؟ لا خلال العشر سنين الجايين انا كاحمد انا ما بعملش باتشنج للعيانين، يعني ما بنقيش العيانين، وهقول لك ممكن في حلقه تانية ما بنقيش العيانين. يعني اي عيانه بتعمل معاها حقن مجهري يجوز لها انها تعمل حقن مجهري، هعمل لها حقن مجهري. اوكي. بس انا مش هنقي الست اللي سنها اقل من كذا، اللي هتطلع اكتر من كذا بيضه، اللي ما عملتش عمليات قبل كده، اللي بطنه الرحم كويسه، اللي المشكله في الانبوبه، اللي المشكله في الحقن المناوي، دول هيعملوا ب 60 و65%. صحيح. ففي معايير معينه لو انت حطيتها في الملف ممكن تعلى جدا بنسبه الحمل. هو الشطاره في الملفات بتاع تاخر الانجاب في داخل مراكز تاخر الحمل هو انك انت مع زياده عدد الحالات ما تقلش نسبه الحمل. لان المعمل بتاع الاجنه اللي بيحضر او اللي بيشتغل على مثلا 10 15 20 50 عيانه في الشهر
100 عيانة في الشهر يختلف تماما عن المعمل اللي بيشتغل على 500 حالة و 600 حالة في الشهر. أوكي. إنه كل ما بتزيد الحالات كل ما مفترض ان تقل نسب الحمل. بشكرك يا دكتور. طبعا. نلتقي غدا ان شاء الله. بشكر الاستاذ دكتور احمد عوض الله، وخلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم عندنا لو سمحتكم.